الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقترح 26 من مارس 2017 موعدا للانتخابات البلدية المقبلة. الاقتصاد الوطني يسجل نسبة نمو 1% في الثلاث الأول من السنة الحالية مقابل تفاقم العجز التجاري. وفي العالم، ثلاثة تفجيرات تهز العاصمة العراقية بغداد وتخلف العشرات من القتلى والجرحى، والحكومة تعلن حالة طوارئ. الثامنة مساء في تونس، أهلا بكم جميعا. أودى حريق اندلع صباح اليوم بحياة شابة بعد أن أتى على كل محتويات أحد المنازل بمنطقة سيدي عبد السلام بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل، وأثار إشكال البناءات الفوضوية في الأحياء السكنية مرة أخرى مشكلة دخول وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في مثل هذه الحالات. حريق أودى بحياة شابة تبلغ من العمر 17 عاما تشكو من إعاقة وأتى على كل محتويات أحد المنازل بمعتمدية حمام الغزاز، وتعود أسبابه الأولية إلى حدوث تماس كهربائي أثناء شحن هاتف جوال، لكن جوهر المشكلة ينصرف على عدة أحياء في البلاد، وهو ضيق الطرقات والمسالك المهيئة بسبب البناءات الفوضوية التي أعاقت عمل الحماية المدنية. عند الوصول إلى المنزل المذكور وبعد المعاينة وجدنا فتاة عمرها حوالي 17 سنة متوفاة متفحمة الله يرحمها ونصبر عائلتها، ورغم اللي لقينا صعوبة للوصول إلى المحل السكنة تصرفنا ودخلنا بالإمكانيات اللي عنا وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه. زوز طرقات الحماية المدنية ما نجمش تدخل، عنا طريق من هنا وطريق من هنا ما نجمش نحلوها، البلدية ما نجمش تحلوه. الحماية المدنية جات في وقتها ويأتي من الصحة بشهادة الحماية المدنية وبشهادة الحرس الوطني، قالوا لو كان الحماية نجمت تدخل الطفلة ما تتوفاش، نخلت ولا حية ما نجمتش تدخل بسطل انطفيه. يتابع سكان الحي القول إنه لابد من الحسم في هذا الإشكال العقاري الذي يهدد في حال حدوث حرائق مماثلة حياة العائلات، في حين تؤكد السلطة المحلية أن قرارات الهدم ستنفذ قريبا ضد المخالفين. وضعية قديمة، وضعية هذه مخالفات معناها بناء معناها مخالف للعمران قديم، مما خلق جملة من الزناقي اللي ماهيش اكسيسيبل بالنسبة لسيارات الإسعاف وغيرها. بقى بالنسبة للوضعية متاع البناء الفوضوي، صحيح فما بناء موضوع قرار هدم اللي هو يجب يعطي حل أكثر للدخول للمنطقة هذيك، واللي احنا إن شاء الله مبرمجينه في التنفيذ خلال الحملة الجهوية المبرمجة إن شاء الله في خلال شهر ماي بالتنسيق مع الوحدات متاع السلطة الجهوية من ولاية ومجلس جهوي. البناءات الفوضوية إشكال متحرك، فرغم قرارات الهدم وتنفيذها في عدد من مدن الوطن القبلي وفي جهات البلاد مؤخرا، فإن بؤرا عقارية أخرى مخالفة للقانون سرعان ما تظهر. وما دمنا نتحدث عن البلديات، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن 26 من مارس 2017 هو الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات البلدية. كان ذلك خلال مائدة مستديرة ضمت كل من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وبعض الأحزاب السياسية. قدمت الهيئة خلالها النسخة المحينة من خريطة طريق الانتخابات المحلية. التوافق حول خارطة الطريق التي تم خلالها تحديد تاريخ 26 من شهر مارس لسنة 2017 كموعد لتنظيم الانتخابات البلدية كانت من بين أهم المستجدات التي تعلقت بتحيين خارطة الطريق للانتخابات المحلية، تاريخ يتجسد وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار باستكمال تقسيم الدوائر البلدية والمصادقة على مشروع تنقيح القانون الانتخابي. يجب أولا استكمال تقسيم الدوائر
اللي هي البلديات، خلق البلديات. ثم الشيء الثاني هو نشر قانون الانتخابي. إذا كان خرجوا هذم الزوز عناصر، خارطة الطريق ستصبح رزنامة ويقع نشرها في الرائد الرسمي، تولي كل تاريخ فيها ملزم للهيئة ولجميع الفاعلين السياسيين. يجب تعميم نظام بلدي لكل التونسيين. اليوم هناك 3.5 مليون توانسة لا يتمتعون بالخدمات البلدية، ووقع عرض هذا المشروع على زوز مجالس وزارية، وسيقع معناها في القريب العاجل قبل موفى هذا الشهر عرض هذا المشروع الذي سيهم يعني التغطية البلدية. سيكون هناك تقريب 350 بلدية تمكن من تغطية كامل تراب البلدية. رئيس الحكومة وخلال مشاركته في المائدة المستديرة حول النسخة المحينة من خارطة طريق الانتخابات المحلية، أكد أن الاتفاق حول هذا الموعد مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان بعد عديد اللقاءات التشاورية. جلة الشؤون المحلية وهي تعتبر من أهم القوانين ومن أهم الأشياء اللي يلزم القيام بها في الفترة هذه المقبلة، برغم أن قانونيا معناها المجلة ماهيش مرتبطة منها ارتباط كلي بالانتخابات البلدية. موعد انتخابي وخارطة طريق للانتخابات البلدية، رجحت بعض الأحزاب السياسية إمكانية احترامهما. تواريخ معقولة مثل ما كانت الحقيقة خريطة طريق نفسها اللي نشرتها ليزي نهار 17 مارس 2015 واللي حدد يوم 30 أكتوبر 2016 تاريخ انتخابات. لكن قبل الانتخابات البلدية لابد من الحديث حول ما أسموها بمجلة الجماعات المحلية، باعتبار تحدد الصلاحيات تحدد المهام. هذا وأشار شفيق صرصار أن مسألة تزامن الانتخابات البلدية والجهوية أو الفصل بينهما لم يحدد بعد، مبينا أن الحسم في هذا الأمر هو اختيار سياسي وبيد الفاعلين السياسيين. وقد ضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خارطة طريق آلية أدرجتها للانتخابات المحلية، رزنمة زمنية تتصل بكافة المرحلة الانتخابية وصولا إلى الإعلان النهائي عن النتائج. الجدول الزمني لإنجاز الانتخابات المحلية تضمن 25 مرحلة بوبت بتواريخ محددة وبمدد قانونية وتقديرية وأنشطة وأعمال وصولا إلى التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات، وهي المرحلة الأخيرة لمعرفة الخارطة البلدية في البلاد التي بقيت في خانة المرحلة الانتقالية إلى الآن. في هذا الجدول بالخصوص التقسيم الترابي، وهو أمر أساسي للتوسع العمراني والتزايد السكاني في بعض المناطق ومرحلة جوهرية للتغطية البلدية في كامل تراب الجمهورية، ثم التصويت على مشروع القانون الانتخابي الذي حددت مدته الدنيا للمناقشة في قبة مجلس نواب الشعب من 31 من ماي إلى 3 من شهر جوان، ومن ثم يقع ختمه إثر استيفاء الطاعون. أثر ذلك يتم الشروع في الإعداد لتسجيل الناخبين ثم التسجيل الفعلي الذي يستغرق 73 يوما، ووضع قائماتهم على ذمة العموم على أن يقع تلقي الاعتراضات وصدور القرارات بشأنها والإعلام بها في ظرف 8 أيام. 90 يوما قبل الاقتراع يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للانتخابات ليبدأ قبول الترشحات، والبت فيها 7 أيام فقط من تاريخ غلق باب هذه الترشحات، ويفتح عندها باب الطعون ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين. وتنطلق الحملة الانتخابية حسب الفترة المتوقعة يوم 4 مارس من السنة القادمة، لتنتهي يوم 24 منه بعد استغراقها 3 أسابيع، يكون اليوم الموالي يوم الصمت الانتخابي، على أن يشرع في الاقتراع للانتخابات المحلية يوم 26 من الشهر نفسه. تعلن النتائج الأولية بعد 3 أيام من انتهاء الفرز، وتستغرق فترة الطعون على النتائج 29 يوما كمدة قانونية، نهاية بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات في تاريخ يتوقع أن يكون يوم 7 ماي من السنة القادمة. تؤكد هذه المراحل أن الانتخابات البلدية أكثر تعقيدا من مثيلتها التشريعية والرئاسية، وتتطلب إمكانية مادية وتقنية ولوجستية كبيرة، وهي أصل الديمقراطية المحلية. أفرزت نتائج بيانات المعهد الوطني للإحصاء خلال الثلاثي الأول من هذه السنة أن المبادلات التجارية مع الخارج سجلت تراجعا، وأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ 1%.
أفرزت بيانات المعهد الوطني للإحصاء للثلاث الأول من هذه السنة أن الاقتصاد الوطني سجل نموا إيجابيا قدر بنسبة 1% مسجلا ارتفاعا طفيفا قدر ب 0.4% مقارنة بالثلاث الأخير من العام الماضي. نسبة نمو إيجابية في حدود 1% مقابل 1.8% تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول لسنة 2015. نسبة النمو الإيجابية هذه متأتية أساساً من النمو الإيجابي المسجل على مستوى الصناعات قطاعات الصناعات غير المعملية. بيانات المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول من العام الجاري بيّنت أيضاً أن المبادلات التجارية مع الخارج سجلت تراجعاً في عائدات الصادرات بلغ 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أفرزت ازديادا في حجم الواردات قدر ب 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري. العجز التجاري في حدود 450 مليون دينار، وهذا يعطي نسبة تغطية بحوالي 70% مقابل 73% تم تسجيلها خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2015. هذا وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل الثلث الأول من العام الحالي أن نسبة البطالة بلغت 16.4% منها 22.8% في جنس الإناث و 12.5% في جنس الذكور. خلال ملتقى إعلامي انتظم بمقر البنك المركزي بالعاصمة تم الإعلان عن إطلاق أول منتج للدفع عن طريق الهاتف الجوال موبيكاش للاستخلاص تتويجا لمشروع وطني أشرفت عليه وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وقامت به شركة خاصة للاتصالات بالتعاون مع شركة نقدية تونس بدعم من البنك المركزي. موبيكاش للاستخلاص هو أول منتج للدفع عن طريق الهاتف الجوال، مولود تكنولوجي جديد يمكن كل التونسيين من إجراء خدمات واسعة النطاق باعتماد تكنولوجيات مختلفة في جميع الهواتف الجوالة المحمولة. هي عملية تبادل مالي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للاندماج المالي. تعميم هذا النوع من وهذه الآلية من الدفع سهل علينا المأمورية من حيث البنك المركزي تقلل الكاش وكل ما هو مرتبط من مشاكل بالكاش، يعني الكاش هو اللي يجيب برشا مشاكل، وانت تحط الفلوس والسرقة والخطفة واستعماله لأمور غير شرعية، هذا يسهل علينا مقاومة تبييض الأموال. هي وسيلة دفع جديدة ومبتكرة تتوفر خدماتها لمشتركي إحدى شركات الاتصالات المنتصبة بتونس، سواء كانوا حرفاء لدى مؤسسات مالية أو خارجين عن الغطاء المصرفي. موبيكاش هي ربط تليفون واحد بالبطاقة البنكية وديركتومون نجم نستعمل التليفون باش نخلص عن تاجر مقيد في موبيكاش، نجم نحول فلوس، نجم نطلب فلوس. وبهدف تسهيل عمليات التبادل المالي من خلال منظومتي الدفع الإلكتروني والدفع عبر الهاتف الجوال تم إمضاء اتفاقيتي شراكة بين البريد التونسي وكل من مشغل الهاتف الجوال المشرف على هذه العملية وشركة نقدية تونس. اليوم احنا مضينا زوز اتفاقيات ان شاء الله تكون اتفاقيات فعالة في المجال متاع خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال باش نخليو اي حريف مع خدمة الموبي بوست باش ينجم يدفع الفاتورات متاعه ولا يخلص التجار هنو منضوين في المنظومة ذي. احنا حطينا هالمنظومة هذية باش تمكن كل التونسيين باش يقوموا بالخلاص عبر الهاتف الجوال. يزموا يسجل روحه في المنظومة، يزم تكون عنده بطاقة، البطاقة يا اما بطاقة بنكية ولا بطاقة مسبقة الدفع بريبي يشريها. هي وسيلة متطورة تندرج ضمن التمويل الرقمي الذي يشمل مختلف الخدمات المالية، من المنتظر تطبيقها مع المشغلين الآخرين لتشمل جميع مستخدمي الهاتف الجوال. بهدف المساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تونس أنشأ مجمع بولين القابضة أكبر مركز لإيواء المعلومات والأنظمة المعلوماتية سيمكن من توفير البنية التحتية للشركات العاملة في قطاع المعلومات. بهدف تطوير عمل الشركات التونسية ذات القدرة التشغيلية العالية والناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال أنشئ أكبر مركز لاستقبال وتخزين المعلومات بتونس بقيمة 45 مليون دينار. الهدف من إنجاز المشروع هذا في تونس هو توفير البنية التحتية
اللازمة باش الشركات التونسية تنجم تطور في نوعية الخدمات اللي تقدم فيها للزبائن تاعها. الشركات الكبرى كسواء البنكية وإلا الشركات في القطاعات الحساسة ولا حتى الشركات الصغيرة باش تنجم تحافظ على سلامة الأنظمة المعلوماتية متاعها يقع تخزينها في مراكز إيواء كيما داتاكسيون. المركز أشرف على افتتاحه وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري الذي أكد على أهميته في التشجيع على الاستثمار في قطاع المعلومات. سنتر هذا اللي تشوفوا فيه ربما فماش منه برشا حتى في أوروبا، وهذا اللي مش يخلي المستثمرين يتهنوا على المعلومات نتاعهم ويستثمروا المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المعلومات، لكن بصفة عامة باش يوليوا يستغلوا الانفراستركتور هذية. ويعد هذا المركز المجهز بأحدث آلية التأمين والحماية من العناصر التي يمكن أن تساهم في جعل تونس وجهة رقمية دولية. أشرف رئيس الحكومة لحبيب الصيد في قصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في موضوع معايير الجودة والسياسة الصحية المتعلقة بالمواد الغذائية، ويندرج هذا المشروع في إطار مساعي الحكومة لإرساء منظومة رقابة وشفافية على مستوى كل السلسلة الغذائية ترتقي إلى مستوى المنظومات الدولية السارية في هذا المجال. كما واصل مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة لحبيب الصيد النظر في مشروع إصلاح النظام التربوي الذي تتطلع الحكومة إلى الانطلاق في تنفيذه ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، وأوصى رئيس الحكومة بضرورة العمل على إشراك جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح وضمان أكبر قدر من التضامن المجتمعي حوله، خصوصا لما يمثله من أهمية للمشروع الحضري الوطني ولقدرة تونس على كسب رهانات المستقبل في التنمية والتقدم. حل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء اليوم بدولة قطر ثاني مستثمر عربي وخليجي في تونس في زيارة رسمية، زيارة ستكون مناسبة للتشاور في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. تأتي هذه الزيارة تتويجا لما شهدته العلاقات التونسية القطرية من تطور في شتى المجالات خلال السنوات الأخيرة. انطلاقة جديدة في العلاقات التونسية القطرية من أجل مزيد التعاون بين البلدين وتوسيعه لمجالات أخرى، هذا ما ينتظر من زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى دولة قطر، وهو ما تم التأكيد عليه في العديد من وسائل الإعلام القطرية اليوم. زيارة رئيس الجمهورية التي تتواصل على مدى 3 أيام من المنتظر أن تساهم خاصة في زيادة حجم الاستثمارات القطرية في تونس في ظل تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بنحو 29 مليون دولار سنة 2015. وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة تقدما في العلاقات بين تونس وقطر التي تحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمارات العربية والعالمية في تونس باعتبارها المستثمر الثاني في السوق التونسية، خاصة في مجالات البنوك والعقارات والاتصالات والصناعات الغذائية. زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وصل منذ قليل إلى الدوحة من المنتظر أن تتوج بإمضاء عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والثقافي والرياضي. للتلفزة الوطنية التونسية، ليلى الحكيري، الدوحة، قطر. وقد أعرب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن أمله في أن تكون زيارته إلى دولة قطر انطلاقة جديدة لتوطيد التعاون التونسي القطري وتوسيع مجالاته حتى يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين. جاء ذلك في الحوار الخاص الذي أدلى به رئيس الجمهورية أمس إلى وكالة الأنباء القطرية. أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الحوار الخاص الذي أدلى به إلى وكالة الأنباء القطرية عشية زيارته الأولى إلى دولة قطر منذ توليه الرئاسة، أكد أهمية هذه الزيارة في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي التأمت في الدوحة في ديسمبر الماضي. زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة قطر ستكون فرصة سانحة حسب رئيس الجمهورية لتوقيع المزيد من الاتفاقيات وتشمل المجالات الاقتصادية والأمنية، سيما في ظل الدعم الكبير الذي منفكت تقدمه دولة قطر لتونس منذ الثورة، دعم وصفه قايد السبسي بالمتميز.
تحديات كبرى تواجهها تونس تطرق إليها رئيس الجمهورية في هذا الحوار الخاص، وفي مقدمتها الإرهاب، مؤكدا تقدم تونس كثيرا في حربها على هذه الآفة من خلال عمليات استباقية وصفها بالناجحة. أما التحدي الثاني الذي تواجهه تونس فهو الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعكسه نسبة البطالة في صفوف الشباب، مشددا على أنه يعمل بصفة شخصية والحكومة على التغلب عليه. هذا بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية المتمثلة في الوضع الإقليمي والدولي، وفي مقدمته الأزمة في ليبيا التي تؤثر بشكل مباشر في تونس، خاصة لوجود ما وصفها بالميليشيات المسلحة وإرهابيين تونسيين ينتمون إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية هناك. رئيس الجمهورية جدد بمناسبة حديثه عن الوضع في ليبيا، جدد دعمه لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج. وفي ختام حديثه إلى وكالة الأنباء القطرية، عبر رئيس الجمهورية عن تطلع تونس بأن يقوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد بزيارة مماثلة لتونس تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلدين. كما تناول لقاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء أمس بوزير التعليم والتعليم العالي القطري محمد عبد الواحد الحمادة، تناول برامج التعاون المشترك خاصة في مجال تبادل الأساتذة والطلبة على مستوى الدكتوراه. سيتم في هذا الإطار منح الطلبة التونسيين المتحصلين على الدكتوراه إمكانية إجراء البحوث في الجامعات القطرية. كما استعرض الجانبان أفاق التشغيل في قطر لحاملي شهائد العليا من طلبة الدكتوراه، وبحث رئيس الحكومة مع المسؤول القطري البروتوكول الذي يهيكل التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي وإمكانية منح عدد من المقاعد للطلبة التونسيين في الجامعات القطرية. نأخذكم الآن إلى الجنوب التونسي، حيث تتمركز تعزيزات أمنية وعسكرية بمداخل جزيرة جربة بهدف تأمين زيارة الغريبة السنوية. إلى جزيرة جربة دفعت وزارتا الداخلية والدفاع بتعزيزات أمنية وعسكرية تمركزت بمداخل الجزيرة الثلاثة البرية والبحرية والجوية، ورفعت درجة تأهبها وجاهزيتها للأقصى تأمينا لتظاهرة الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بالجزيرة. بالنسبة للجاهزية اللي هنا على مستوى مداخل جربة اللي هي عند فوج النظام العام الوحدات التدخل بجربة، جاهزية 100% للإنجاح الزيارة الغريبة 2016. كل متجندة من سواء حرس الشرطة جيش حماية مدنية، الناس كل متجندة تخدم 24/24 لإنجاح هذه المهمة، نجاح مهمة الغريبة ونجاح الموسم السياحي. وداخل المنطقة السياحية نقاط قارة ودوريات متنقلة لوحدات إقليم الأمن الوطني بمدنين مشتركة مع قوات الحرس والجيش الوطنيين، عززت من إجراءات المراقبة والتفتيش. الكشف كل ما الحوايج من الأسلحة ومواد متفجرة وتدخل عند الحاجة منها. لا الحمد لله ما فيش إشكال، ومداخل جربة ومخارج الطريق آمنة والعوان قايمين بالواجب تاعهم. وفي منطقتي السواني والرياض أين تتواجد الطائفة اليهودية وكنيس الغريبة أحزمة متعددة ركزت بها. بالنسبة للأمنية الحمد لله الحاكم خيام أكثر من جهده مسكين، وإحنا معاه سندوب كل ما تم قوة. في زيارة الغريبة السنوية مناسبة دينية للطائفة اليهودية وتظاهرة سياحية يرافقها نسيج أمني ينطلق من ولاية جابس ويمتد إلى معبري ذهيبة ورأس جدير الحدوديين. دائما مع المجال السياحي، تشارك تونس في فعالية النسخة 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر، ووضع المشاركون في الجناح التونسي مجموعة متنوعة من التصاميم لتقديم العروض السياحية المتنوعة والمشجعة لطمأنة الأسواق العربية والعالمية. بالأنغام التونسية وشذا عبق الياسمين وروائح العطور الطبيعية، تجمل جناح تونس في الصالون الدولي للسياحة والأسفار. الجناح الذي امتد على مساحة 250 مترا مربعا جمع أكثر من 150 مشاركا تحولوا إلى الجزائر لعرض منتوجاتهم وخدماتهم السياحية لجذب السائح الجزائري وتشجيعه على أن تبقى تونس وجهته السياحية الأولى. هناك برامج بين المؤسسات والمعاهد الفندقية، هناك إمكانية التعاون في مجال الخبرات والكفاءات التونسية. عندنا دي باكيج دي تاريخ سبيسيو جبناهم معنا،
وان شاء الله بقدر ربي نعملوا ان بون مارشي معاهم. تونس معروفه بالطب ومتقدمين بالكدا، دونك يجيونا باش يتعالجوا و او ميم طون باش يتفرهدوا باش يحوسوا. اون ا ان اوتر برودوي كون فالونسي هو لو توريزم سوليدير، خاطر ديما يقولون قلنا الجزائريين احنا نحبوا تونس، تونس في دمنا، وانتم ان كونتر بارتي شنو عطيتونا؟ جيتونا لبلادنا. أكثر من 1,400,000 سائح جزائري تستقبله تونس سنويا، رقم إمكانية ترفيعه بكثير ممكنة حسب مهني القطاع الجزائريين. لو كان يعطونا الأسعار اللي يعطوها للسوق الأوروبي احنا نوعدوهم بلي ما يسحقوش السوق الأوروبي، والسوق الأوروبي هو اللي يعود يسحقهم. لماذا تونس؟ لأننا احنا اللي اليوم وغدا وبعد غد أروج تونس، والجزائري مشتاق للذهاب إلى تونس، وهذا الصيف راح يكون وجهة كبيرة إلى تونس. وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي والجزائري أكد أن أهمية هذه المعارض تتمثل في تعزيز الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في المجال السياحي والنظر في سبل تطويرها. فما اتفاقية بين تونس والجزائر في الميدان في السياحة والصناعة التقليدية، وفما برنامج تنفيذي قاعد في التنفيذ. فيه تعاون جيد ما بين الجزائر وتونس باش المنطقة هذه إن شاء الله تبقى وتظل آمنة ومستقرة في عمل كبيرة في الميدان. اثنين، ما يعطلناش الإرهاب باش نبنوا بلداننا، وما عطلناش باش نتواصلوا مع بعضنا البعض. الموسم السياحي لسنة 2016 كما سموه مهنيو القطاع موسم استرداد النفس والبحث عن أسواق جديدة، خاصة في ظل تململ الأسواق التقليدية. ثم أسواق عندها مؤشرات طيبة باش نهتموا بها بصفة خاصة، مثل السوق الروسية أو سوق أوروبا الوسطى، وثم الأسواق التقليدية اللي هي مازالت في تململ ويلزمنا نواصلوا ونأكد وجودنا فيها، لأنه إذا ما انقطع العمل معهم استرجاعه يكون أصعب بكثير. الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي افتتحه الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال كان أيضا فرصة للتعريف بوجهات سياحية جديدة في تونس، منها سياحة العلاج بمياه البحر وسياحة الجولف. خلال لقاء أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وأعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، وخاصة منها المتعلقة بتركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مثمنا الجهود التي تبذلها هذه اللجنة على مستوى صياغة التقارير وتنفيذ التزامات تونس في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، مبرزا ضرورة أن تتبنى سائر مؤسسات الدولة قضايا حقوق الإنسان باعتبارها إحدى ضمانات المسار الديمقراطي وواجبا دستوريا والتزاما وطنيا وجب تكريسه. أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي أكد عزم الحكومة وكل مؤسسات الدولة على القضاء على كافة مظاهر التعذيب في تونس وتكريس حقوق الإنسان بالشراكة مع المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الحقوقية. أكد كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن الحكومة ومن ورائها كل مؤسسات الدولة عازمة اليوم على أن تكون القاطرة الأساسية لتكريس حقوق الإنسان والقضاء على كافة مظاهر التعذيب في تونس، وذلك بشراكة الفاعلة وفي إطار مقاربة تفاعلية مع مكونات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين وقطاع الإعلام والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والأمر ما يتعلقش كان بالدولة والحكومة، الأمر هذا يتعلق أيضا بفاعلين أخرين هما زادة المجتمع المدني تحديدا، اللي هما قوة اقتراح وتغيير يطوميو كما قال الفرنساوي، أن يكون عندنا جمعيات ومنظمات وناشطين حقوقيين وقطاع أعلام اللي هما معنيين بهذه المسألة. الجندوبي شدد أيضا على أن الحكومة لن تكون طرفا في تبرير الانتهاكات أو التستر على الحقائق أو الإفلات من العقاب، بل ستكون الطرف الفاعل في القضاء على كل أشكال الإساءة للذات البشرية. التمشي اللي عندنا الحكومة راهو له في تبرير الانتهاكات، الحكومة مش دورها تبرير الانتهاكات، وله في مغالطة بشأنها، وله بالتستر بالحقائق، وله بالإفلات من العقاب، بل العمل جميعا على أن نغير التمثلات والقضاء على كل أشكال الإساءة للذات البشرية في تونس.
كما قدم كمال الجندوبي جملة توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بعد مناقشة التقرير الدوري الثالث لتونس، ومن أهمها الدعوة إلى التقدم بالإصلاحات التشريعية الضرورية لإعطاء المزيد من الضمانات القانونية للموقوفين، وضرورة إصلاح المنظومة الأمنية لمنع عدم إفلات المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب، إلى جانب التسريع في تركيز المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى دعم هيئة الحقيقة والكرامة والعمل على اعتماد جملة من المعايير الواضحة لتعويض ضحايا التعذيب والتسريع في اعتماد قانون للقضاء على العنف المسلط على المرأة. ومن بين التوصيات أيضا منح الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الموارد الضرورية لأداء عملها. في الملف الليبي قتل 4 من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني في اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أثناء محاولة القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة استراتيجية يسيطر عليها التنظيم شرق طرابلس. وأكد المركز الإعلامي للعملية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق بهدف استعادة منطقة أبو غرين أن طلائع القوات الليبية تمكنت من استباق سيارة مفخخة بتفجيرها دون وقوع إصابات أو أضرار. كما نفذ سلاح الجو التابع للقوات الحكومية غارات على مواقع للتنظيم خلال الاشتباكات. في تصعيد ميداني وصف بالأعنف في العراق منذ بداية العام الحالي، قالت مصادر أمنية وطبية إن 72 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 140 آخرين في 3 تفجيرات انتحارية. استمرارا لأعنف موجة هجمات تشهدها العاصمة العراقية منذ بداية العام الحالي، عادت التفجيرات الانتحارية لتطفو على السطح مرة أخرى في هذا البلد، ما زاد من تنامي الضغوط على رئيس وزرائها حيدر العبادي لحل الأزمة السياسية. فقد هزت سلسلة تفجيرات العاصمة العراقية بغداد شمالا وجنوبا وشرقا، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. تطورات على الأرض أعلن على أثرها العراق حالة الإنذار القصوى في صفوف الأجهزة الأمنية. مصادر أمنية وطبية عراقية أكدت مقتل 72 شخصا في حصيلة أولية في التفجيرات التي وصفت بالانتحارية استهدفت أحياء الشعب والرشيد ومدينة الصدر. الانفجار الأول وقع في منطقة الشعب ذات الغالبية الشيعية. وقال التقارير إن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن تنفيذ التفجير. أما الانفجار الثاني فقد وقع في منطقة الرشيد جنوب بغداد بالتزامن مع انفجار سيارة ملغومة، وبعد ساعات قليلة هزت تفجير ثالث مدينة الصدر شرقي بغداد، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجيرين الآخرين. مدينة الصدر هاي الثاني انفجار هسه من 55 هسه انفجار يا مواليد تبهدلنا شنو ظلم هالمدينة هاي يومية. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد حذر من أن الأزمة السياسية التي تعرقل محاولته في تشكيل حكومة جديدة لمحاربة الفساد تفسد المعركة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وتفتح الباب واسعا لشن مزيد من الهجمات ضد المدنيين. أعلنوا حالة الطوارئ في البلاد جراء تصاعد وتيرة العنف يبدد المخاوف حسب مراقبين من أن تسقط بغداد من جديد في هوية إراقة الدماء التي عاشت فيها قبل عقد، عندما تسببت التفجيرات الانتحارية لدوافع طائفية في مقتل العشرات كل أسبوع. انتهت المحادثات بين المجموعة الدولية لدعم سوريا برئاسة الولايات المتحدة وروسيا دون تحديد تاريخ لاستئناف محادثة السلام، إلا أن الأطراف المشاركة تعهدت بتعزيز وقف إطلاق النار الهشة. على صعيد الميداني قتل 50 مسلحا على الأقل ومدنيان في اشتباكات اندلعت بين فصائل معارضة شرق دمشق حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا في اجتماعها اليوم في فيينا على إطار سياسي يضمن وحدة هذا البلد وعدم طائفيته، وعلى أن يبدأ برنامج الغذاء العالمي في إلقاء المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة جوا إذا تعثر وصولها برا. وفي استعراضه لنتائج الاجتماع أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بداية شهر أوت المقبل موعدا مفترضا لبدء المرحلة الانتقالية، وتعهد كيري بوقف إطلاق نار شامل ودفع الأطراف لتثبيت هذا الموقف، مطالبا بالابتعاد عما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، داعيا المجتمع الدولي إلى الامتناع عن دعمها ماليا.
وزير الخارجية الألماني فرانك فولتر شتاينماير تحدث من جانبه عن صعوبات في المحادثات المثيرة للجدل في جانب منها، ليظل مصير الرئيس السوري بشار الأسد أحد أسباب الانقسام الرئيسية. فموسكو ترى في اللجوء للعقوبات على النظام السوري تعقيدا للأوضاع خاصة الإنسانية منها، وهو ما أكده وزير خارجيتها سيرجي لافروف الذي قال إن بلاده لا تدعم الأسد لكنها تدعم الجيش السوري في مواجهة الإرهاب. الموقف السعودي من الأزمة السورية، وحسب تصريح وزير خارجيتها عادل الجبير، اتجه إلى البحث عن بدائل لتسوية الأزمة، فخيار الانتقال إلى خطة بديلة تتضمن تسليح المعارضة السورية هو وحسب تعبيره خيار بيد نظام بشار الأسد بشكل كامل، فإذا رفض النظام الالتزام بما يقرره المجتمع الدولي لابد من التفكير بالخطوات الأخرى التي ينبغي اتخاذها. وحول موعد الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف جولة المحادثات السورية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الانتظار طويلا على حد قوله. عودة إلى تونس، تحديدا إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي يحتضن موكب أحياء أربعينية الشاعر محمد صغير ولاد أحمد. هذا الموكب تنظمه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، ويشارك فيه ثلة من شعراء والفنانين ورجال الفكر والسياسة من تونس والخارج. كما تم تأثيث الموكب بألبوم صور يجسد تاريخ الشاعر الراحل محمد صغير ولاد أحمد. وأعلنت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث تنظيم جائزة وطنية سنوية في كل الجهات أطلق عليها اسم شاعر البلد محمد صغير ولاد أحمد. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من هناك مفادة الأخبار فدوى شترو. إذن مساء الخير فدوى، لو تنقل لنا الأجواء هناك. مساء الخير. طيب، أحب الناس، كل الناس شاعر تونس محمد صغير ولاد أحمد، فجوا في أربعينيته في مسعى لاستحضار خصاله الإنسانية والأدبية، وفي محاولة وكما قالت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لاستعادته في الذاكرة رغم أنه قد غيبه الموت. أربعينية انطلقت منذ أكثر من ساعة تقريبا في صيغة عرض متكامل أريد للشعر فيها أن يكون الخيط الرابط بحضور فنانين وشعراء من تونس وخارج تونس، وبحضور سياسيين أيضا من مختلف الطيف السياسي. يحضر معنا اليوم إعلامي وصديق الشاعر السيد عادل الحاج سالم. سيد عادل، نتحدث أكثر عن هذا العرض، هل ترون أنه قدم فكرة ولو مقتضبة عن شاعر تونس محمد صغير ولد أحمد؟ الحقيقة باسم جمعية ولاد أحمد تونس الشاعرة التي أنا كاتب العام تاعها، أشكر خاصة وزارة الثقافة، وأشكر بصفة أخص السيد المندوب الجهوي للثقافة بتونس سي محمد الجويني لهذا التنظيم المحكم ولهذا التقديم الذي في الحقيقة حرص الجماعة على تقديم أولاد أحمد في مختلف أطواره. هناك معرض الصور، وجلبوا أشياءه من بيته، مكتبه، نظاراته، عكاكيزه، كتبه إلى غير ذلك. ثم هناك اللوحات التي صوحيت من كتاباته ومن أشعاره، ثم هناك تسجيلات لبرامج تلفزية ظهر فيها في قنوات عربية منذ سنوات طويلة، ثم هناك أيضا الفتاة اللبنانية فابيان التي غنت قصيدته المعروفة نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، وعرضتها ها هنا بدون مصاحبة موسيقية. ثم هناك أصدقاء للشاعر من تونس ومن المغرب ومن الأردن ومن لبنان الذين قدموا لحضور هذه الأربعينية، وفيهم من قرأ الآن شعره وفيهم من ينتظر دوره ليقرأ. ثم هناك الفنان التونسي الكبير المهاجر محمد بحر، وهو ينتظر دوره كذلك ليصعد على المسرح وليقدم الأغاني التي استوحاها من قصائد محمد صغير ولد أحمد. أعتقد أن عرض يعني متكامل فيه
مختلف الجوانب الفنية الممكنة. هذا التكريم سيد عادل هل تقرأه مؤشر على اعتراف بالأدباء وبالشعراء في تونس؟ يعني في السابق ألفنا أن يكون التكريم في مرات قليلة، هذه تعتقدون أنها فرصة لنتصالح مع شعرائنا ومع أدبائنا؟ الحقيقة حدث ذلك من قبل، حدث ذلك في أكتوبر الماضي مع السيدة الوزيرة السابقة السيدة لطيفة الأخضر عندما أقامت تكريم للشاعر محمد صغير ود أحمد في المسرح البلدي لتونس، وكانت أول مرة يكرم فيها مثقف تونسي وهو على قيد الحياة بمثل هذا التكريم الكبير. ونشكر كذلك السيدة الوزيرة الحالية للثقافة السيدة سونيا مبارك لأنها تسير على هذا الدرب، وأعتقد أن مسيرة نضالية كاملة لمحمد صغير ود أحمد من أجل هذا الاعتراف. وما زلنا نحن في أهداف جمعيتنا واسمها جمعية أولاد أحمد تونس الشاعرة وأسسها الشاعر قبيل رحيله، نصر على أن يكون للشعر مكانه في الإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام المكتوب، وأن يكون للشعر مكانه أيضا في المهرجانات الوطنية والدولية والمحلية، وأن يكون للشعر دوره في المدرسة التونسية وفي البرامج التعليمية التونسية. وأعتقد أن مثل هذا المدرس ينبغي أن ندعمه وأن نعمل من أجله جميعا، لأنني كنت أسمع قبل حين بعض الذين ساهموا في حفل التكريم في الحقيقة كانوا يذبحون اللغة العربية ذبحا، وأعتقد أن اللغة العربية الجميلة لا تستحق مثل هذه المعاملة، وعلينا بالشعر وللشعر أن نعمل على تغيير ذلك لتكون لغتنا لغة محبوبة ولغة سهلة ولغة محترمة نحترمها كما هي تحترمنا. شكرا 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 لكم. شكرا. طيب نعم شكرا لك مفادة الأخبار إلى قصر المؤتمرات فدوى الشهور، وشكرا أيضا لضيفك. في أخبار الرياضة، أقصي الترجي الرياضي التونسي من الدورة ثم النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعادله مع شبيبة بجاية الجزائري بهدف لهدف في لقاء الإياب الذي جمعهما منذ قليل بملعب رادس. وافتتح غيلان الشعلاني التسجيل في الدقيقة 29 بعد أن أضاع شمس الدين الذوادي ضربة جزاء، ثم تمكن ندوي من إدراك التعادل في الدقيقة 33، واستفادت شبيبة بجاية في تأهلها لدور المجموعتين من تعادلها ذهابا دون أهداف. كما لم يوفق الملعب الجبسي في أول مشاركة في تاريخه في بلوغ دور المجموعتين لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رغم فوزه على مازمبيا الكونغولي بنتيجة 2-1 في إياب مباراة الدور ثم النهائي التي جمعته مساء اليوم بملعب جابس. ومنح يوسف الفزاعي تقدم للملعب الجبسي من ضربة جزاء في الدقيقة 19، غير أن مازمبي تمكن من إدراك التعادل بواسطة بولينغي في الدقيقة 69، ثم نجح أحمد حسني في تحقيق الهدف الثاني للملعب الجبسي المنهزم ذهابا بهدف دون رد. أعلن نادي الشعب الإماراتي لكرة القدم تعاقد مع المدرب التونسي غازي الغرايري لمدة 3 مواسم خلفا للإيطالي والتر تينغا، وسيكون الغرايري أمام مهمة العودة بفريق الشعب إلى دوري المحترفين الإماراتي. احتفالا بخمسينية التلفزة الوطنية انطلقت اليوم بالبحيرة منافسات دورة التقارب في كرة القدم بمشاركة فرق تمثل مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة. انطلقت صباح اليوم بفضاء الأولمبيسكي بمنطقة البحيرة منافسات الدورة الودية في كرة القدم التي حملت شعار دورة التقارب والتحابب في نسختها الثالثة، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 50 لانبعاث التلفزة التونسية، وذلك بمشاركة 16 فريقا يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية منها والخاصة والصحافة المكتوبة والإلكترونية. إن شاء الله لخيان الكل تجري الفعاليات هذه في كنف الروح الرياضية وفي كنف التحابب، ومرحبا بالمؤسسة العالمية الكل تشاركنا فعالياتنا، ومرحبا بهم في مقر التلفزة التونسية، وتنطلق من الغادي زاد الفعاليات الرسمية للاحتفالية بالخمسينية. التلفزة التونسية هي التلفزة الأم، تأسست سنة 1966 وتبقى رائدة، لذلك هي اليوم في خمسينيتها تجمع كل المؤسسات الإعلامية تقريبا في بادرة قليلا ما تقع. الحقيقة أن الخمسينية هي احتفالات متنوعة بكرة هذه الأنشطة، هو هذا النشاط الرياضي. توا هي المؤسسة الأم، واللي جاي يفرحونا اليوم هم أولادها، سواء كانوا فيها وخرجوا سواء كانوا يحلموا باش يكونوا في وسطها، واليوم احنا والحمد لله
اعتبروا احنا نجحنا نوعا ما باش لمينا الشمل وجمعناها اليوم في الفرصه هذه السعيده. بادرة طيبة تجمع مختلف الفاعلين في القطاع في اطار رياضي تنافسي قصد لم شمل العائلة الاعلامية بمختلف مؤسساتها، كانت فيها مؤسسة التلفزة التونسية والتي يعود تاريخ تأسيسها الى ستينات القرن الماضي، على موعد مع دورة رياضية تجمع مختلف المؤسسات الاعلامية ستكون انطلاقة لنسخ اخرى مماثلة في الاعوام القادمة. انا دوب دخلت هنا 9:30 نتاع الصباح، احسن حاجة لقيتها واحسن حاجة شفتها وحسيتها بالحق، لقيت ناس خدمت معاهم عندي يمكن كاريمون عندي 15 سنة عندي 18 سنة خدمت معاهم في التلفزة الوطنية وخدمت معاهم دون لو تون في قناة 21. عندنا يعني مناسبات قليلة جدا وين نتلقاو مع بعضنا، هذه فرصة باهية برشا، مشكورة جدا إدارة التلفزة الوطنية اللي نجددوا لها التباريك نتاعنا بالنسبة للاحتفالات بالخمسينية. اليوم بالحق محلاها لما اليوم نتنافسوا في البلاتويت، لكن نتلموا اليوم هنا باش نعطيو صورة أخرى، راهو احنا مخيين راهو احنا حبيب عندنا رسالة واحدة نروحوا نحبوا بعضنا باش نقدموا رسالة متميزة للشعب التونسي إن شاء الله. لمتنا هذه تكون رسالة لكل الناس. دورة التحابب والتقارب التي تنتظم بمبادرة من الجمعية الرياضية للتلفزات التونسية، محفل كروي سيجمع ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى غاية يوم الخميس 2 جوان المقبل موعد الدور النهائي وتسليم كأس الدورة وكأس الروح الرياضية وتكريم مختلف المشاركين وتكريم عدد من قدماء الجمعية الرياضية للتلفزات التونسية. نظمت جمعية أحلام طفولة بسبيتلا بتعاون مع جمعية أفاق المستقبل تظاهرة أهزيج الجبال، ويلتقي خلال هذه التظاهرة مجموعة من الفنانين والمربين بجبل سمامة بريف زاوية بن عمار لتنشيط الحياة الثقافية بالجهة. المشاركون في تظاهرة أهازيج الجبال المنظمة من قبل جمعية أحلام الطفولة بسبيتلا صغارهم وكبارهم نساؤهم ورجالهم من أهل البيت ومن خارجه غنوا للحياة وتوجهوا برسالة تحد إلى من دنس غابات الزعتر والإكليل، رسالة مفادها كلنا يد واحدة لمكافحة الإرهاب. الهدف من هذه التظاهرة هو مزيد تعزيز حب الأطفال لوطنهم ولأرضهم ولجبالهم الشامقة ورسم بسمة وأمل على شفاء هؤلاء الأطفال المحرومين في جبل سمامة. وبالمناسبة عملنا الفضاء هذية كان مهجور معناها من طرف الأهالي، حييناه اليوم ببسمات متاع الأطفال وكل من احضر في التظاهر هذية حتى البسمة متاعه. والجبال هذه اللي يقولوا عليها اللي هي معناها وكأنها خراب، هي مش خراب، فيها طاقات فيها إبداعات فيها فنانين وأحسن من هذا الكل، ريحة تشيح والكليل الكل نتو نشمه فيها ونشوفه فيها في كل بلاصة. لم تنتهي رحلتهم بغروب الشمس، ففي ضيافة أهالي سمامة قضوا ليلتهم، ليل لم يكن كعادته، ورقص وغنى الحضور إلى أن أشرقت شمس يوم جديد. والآن إلى تذكير بالعناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقترح 26 مارس 2017 موعدا للانتخابات البلدية المقبلة. الاقتصاد الوطني يسجل نسبة نمو 1% في الثلاث الأول من السنة الحالية مقابل تفاقم العجز التجاري. وثلاثة تفجيرات تهز العاصمة العراقية بغداد وتخلف العشرات من القتلى والجرحى، والحكومة تعلن حالة الطوارئ. وقبل أن نختم نذكر أن 257 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. وفي الختام شكرا لتيب المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.